هو بالنسبة لنساء المعلفات اللي هما ساعات معناها يقاو رواحهم اللي يلزمهم يبعدوا على معناها المكان اللي هما عرضة فيه للعنف، معناها يلزمهم مراكز إيواء. في تونس مش برشا مراكز إيواء، مثلا فما مركز إيواء تبع نتاع جمعية بيتي، فما زوج ولا ثلاثة أخرين اللي أنا في بالي بيهم، لكن فماش مراكز إيواء بالكفاية. نظن اللي يلزمهم يكونوا متواجدين مراكز الإيواء في عديد الولايات على كامل الجمهورية التونسية، مش معناها مراكز كان في تونس العاصمة ولا كان مثلا في السنتر ولا حاجة هكذا، كل ولاية يكون فيها مراكز إيواء. مراكز إيواء هذه تكون فيها كيف حماية لازمة معناها للمرأة، مش معناها المعنف يعرفها فين تسكن ويجيها حتى فين هي، معناها فين هي تكون موجودة. مراكز الإيواء هذه حبذا تكون موجودة فيها زادة كيف مكان باش يقبل النساء معهم صغارهم كان هي تبدأ عندها صار.